احنا في الحقيقة محظوظين يعني منتخبنا الوطني لفرقة السلة وباللاعبين اللي عندنا سواء في المنتخب دلوقتي أو حتى أساطير كرة السلة فعلا. المهرجان العالمي كمان أعلن في دورته الثانية عن مواعيد عرض مسرحية دكان أحلام للمخرج أنس النيلي، حيث تعرض هذه المسرحية لمدة 3 ليالي في أيام الخميس 22 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس. بتدور أحداث العرض المسرحي دكان أحلام في إطار كوميدي حوالين فكرة فانتازيا خيالية بتحكي عن يعني متجر لبيع الأحلام، ومن خلاله بيستطيع بقى الإنسان أنه يحلم باللي هو عايزه على حسب الحلم ده، يعني هيقوم بقى بشراء حاجة من دكان الأحلام، وده منذ لحظة نومه لحد ما يصحى من النوم. من خلال أحداث العرض هنتعرف على روح المصريين وكيفية قبولهم لجميع أو للجميع خليني أقول، وروح التسامح اللي عندهم وكل حاجة بقى عن الروح المصرية الحلوة. مزيد عن مسرحية دكان أحلام معنا دلوقتي عبر الهاتف ندى جمال، بطلة مسرحية دكان أحلام. يا مساء الفل عليك يا ندى، فكرة المسرحية حلوة قوي. مساء النور، ازي حضرتك عاملة ايه؟ أنا كويسة. واحكي لي يا ندى أكتر عن دورك في مسرحية دكان أحلام. دكان الأحلام زي ما انت قلتي هو عرض كوميدي بيتكلم عن الأحلام اللي احنا نقدر ان احنا نحلم بيها بشكل كوميدي ساخر شوية، عن يعني بعيد عن الواقع أو بعيد عن الحاجة اللي احنا عايشين فيها. أنا دوري دور الموظفة اللي بتبقى موجودة في الدكان مع صاحب الدكان أو صاحب المكان اللي هو بالنسبة له بيهرب بيه عن الأفكار أو بيهرب بيه عن أي حاجة هو بيشوفها في حياته. ومعانا في الدكان بيبقى المؤلف اللي بيألف لنا الأحلام واحنا بنبيعها. ومفروض ان الموظفة دي بنبتدي نشوفها يعني في بقية الكاركترات اللي بتبقى في الأحلام، يعني لما بيبقوا محتاجين بنت أو فجأة بنلاقي ان في بنت مفروض تدخل في المشهد أو كده، الموظفة دي بتقوم بالكاركتر في اللوحة اللي بتبقى شغالة لايف على المسرح أو في السكتش اللي بيبقى موجود. طيب احكي لي عن التجربة دي يا ندى، واستعداداتكم المهرجان العالمين عاملة ازاي؟ بصي طبعا فرصة كويسة جدا جدا لينا واحنا اتفاجئنا بيها جدا، وانا سنيلي المخرج هو حد صاحبنا على المستوى الشخصي، ولما هو جات له الفرصة دي او عن طريق شركة المتحدة او فكرة ان احنا نبقى في مهرجان العالمين، احنا لمينا الكاست دايما، يعني احنا لينا تيم كده بنشتغل مع بعض وخصوصا في الحاجات الكوميدي، لان الموضوع بيبقى محتاج منك اكتر كيمياء تبقى لذيذه ومن غير ما حد يعني دايما بيقولوا الكوميدي، عايزه اقول لك اصعب يعني الكوميديا يعني صعبه هو صعب جدا جدا عن التراجيدي. بس فكره ان يبقى في كيمستري حلوه بينك وبين الكاست هو اللي بيخلق الروح اللي بتبقى موجوده في البروفات اللي بتخلي العرض اصلا يعني احنا اغلب العرض كله ارتجال اصلا، مفيش حاجه احنا اتفقنا عليها او هنشتغل عليها هو قال لنا هو ده اللي هنشتغله، احنا اغلب الحاجات كانت ارتجال. وانا بما انه غير ان هو مخرج شاطر جدا، انا كمان كاتب شاطر جدا، فقدر يصيغ افكارنا اللي احنا ارتجلناها او اللي احنا فكرنا فيها عن طريق السكتشات اللي احنا عملناها، فكانت كل دي قاعده ترابيزه كده بنعملها احنا بينا وبين بعض بارتجال وبطريقه كوميدي يعني معاملتنا مع بعض عملناها بالظبط في السكتشات. فالفرصه نفسها لينا احنا كشباب او ان يبقى في ايفنت زي ده او مهرجان زي ده هي حاجه مهمه جدا. احنا اصلا كلنا متخصصين يعني معاهد وقسم مسرح. كنت لسه هسالك، انت دارسه؟ انا في سنه ثالثه في قسم مسرح اداب، اتخرجت من تجاره يعني بكالوريوس تجاره، ودخلت اداب بعدها علشان خاطر اكمل في الهوايه بتاعتي يعني، وابقى الموضوع يبقى عن طريق النقابه او الفرص طبعا بتبقى احسن وقتها. اكيد. فاحنا كلنا الكاست كله اداب مسرح ومعهد فنون مسرحيه. فالفرصه نفسها لينا مهمه جدا جدا يعني مش قادره اقول لك احنا مش ما بنفكر في اي حاجه غير ان احنا نطلع بشكل كويس جدا وتبقى حاجه لينا في السي في، يعني تبقى حاجه احنا نبقى عملناها. بتعملوا بروفات كم مره في الاسبوع او خليني اقول لو يوميا؟ بنتجمع مع بعض يوميا. يعني انا وانا بكلمك من شويه كنت برضو شغاله في بروفه، فاحنا يوميا بنبقى قاعدين مع بعض حوالي 3 4 ساعات، نكريت شغل جديد، نصنفر شغل قديم بتاعنا، كل يوم بنتقابل.
ده غير ان التوليفه احنا طبعا الحلوه والكيمستري يمكن دي من اهم الحاجات عشان اي عمل ينجح. وخليني اقول ان فكره العمل يعني هي نفسها حلوه جدا جدا وجديده. أيوة. بالظبط. فاحنا بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي يا ندى، وان شاء الله تكسروا الدنيا. ندى جمال بطله مسرحيه دكان الاحلام، كل الشكر ليكي. جدا ليكي، ميرسي قوي. نشكرك يا ندى.